اطلع يا ورع، اطلع من السجن يا ورع اطلع. اوه يا ساتر، واو واخيرا شباب، واخيرا خلصنا الحمد لله والشكر على كل حال. طلعنا من السجن، هلا عمو الشرطي، انا هسه خلص اقدر اطلع من السجن مو هيك؟ ايه تقدر تطلع من السجن، يلا افتح الصندوق واخذ لك الشغلات اللي موجوده كل جوا وروح انقلع، يلا انقلع بعد لا ترجع لنا انا، اوكي انقلع. اوه ماي جاد يا شباب، واو طلعنا من السجن، شوفوا الاغراض اللي احنا محصلينها، واو درع ذهب وسيف ذهبي، والله اسطوري يا شباب، والله العظيم اسطوري، عارفين فشي كلش حلو. طيب طبعا اللي مو يعرف السبب ليش احنا دخلنا لهذا السجن اللي مو حلو اللي مو جميل اللي كل الناس تكره السجن يا شباب، طبعا دقيقه وين انتوا؟ هذا انتوا. طبعا انا دخلت السجن ليش؟ لان انا سرقت بيت، واعتقد انتم تعرفون هذا البيت مال منو، اللي تابع الحلقه اللي قبل هاي يعرف انه انا حميد السارق، بس ان شاء الله بعد ما اصير اسرق مره ثانيه، يلا ماكو مشكله. انا هسه ايش راح اسوي شباب؟ خلاص انا من يوم ورايح لازم هسه اروح اعتمد على حالي وما لازم انه انا اسرق، فهمتوا علي شباب؟ فيلا ماكو مشكله، خلي اشيل الخوذه، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، طلعي من السجن، ليتس جو. والله العظيم يا شباب انا جدا جدا فرحان، حرفيا كلش فرحان، لان انا حرفيا خلاص بعد ما ارجع للسجن نهائيا بعد ما ارجع للسجن، الحمد لله وشكرا لك الحياه يا شباب. طبعا وبهاي المناسبه بما اني بعدني طلعت من السجن، ايش راح اسوي؟ راح اسوي لي شيء مره اسطوري، وشي هو بكل اختصار انه انا راح اسوي لي بيت، اوكي بيت صغيروني ان شاء الله راح يكون، شنو رايكم بهذا المكان شباب؟ مو جميل؟ جميل هذا المكان، اوكي، بس المشكلة انه عندنا هاي الشجرة، لازم نشوف لنا هيك فد مكان حلو يعني، اوكي، نشوف لنا هيك فد مكان، والله العظيم راح اسوي البيت بهذا المكان عادي، راح يكون البيت مالتنا فوق الشجرة، طبيعي عادي ما يأثر شباب، كل شيء يصير، اي كل شيء يصير هنا، طبعا انا بما اني حميد وطالع من السجن جديد، وخلص شباب يعني بعد احنا هسه حرفيا بعد ما راح نطلع للسجن، بعد ما راح ندخل للسجن مرة ثانية، والله العظيم طفشت هناك بالسجن شباب. الاكل مو حلو وكل شيء مو حلو يا شباب، بس الحمد لله وشكرا لك الحال، هسه خلصت تقريبا سنه كامله بقيت بالسجن شباب، لان انا متورط بقضيه سرقه، بس هسه الحمد لله وشكرا لك الحال خلص الوقت مالتني وقدرنا نطلع احنا، اوكي كلش حلو شباب، فخلاص احنا بدنا نسوي افضل واحسن بيت بالعالم شباب، ليتس جو. والله العظيم هذا البيت راح يصير كلش اسطوري، خلي نشيل لنا هذا العشب اللي موجود بهذا المكان، كلش تمام، الله على البيت، الله على البيت الاسطوري، والله كلش حلو شباب، اوكي جدا متحمس حتى نشوف النتيجة النهائية شلون تطلع، اوه والله البيت حلو، صغيروني يلا ماكو مشكلة، وفوقه شجرة ويخبل، والله يخبل هذا البيت، يخبل يا شباب يخبل، اوكي، يعني بما عندنا احنا، او شنو صار؟ اوكي بما احنا محصلين خشبايات ما راح نستخدمها، راح نستخدم الخشبايات اللي اعطانا اياها هذه شو اسمه الشرطي، فايش راح نسوي احنا؟ اول مره خلي نسوي لنا باب، اي لازم يكون عندنا باب بهاي الطريقه حتى البيت مالتنا يصير يفتح او ينسد بشكل كلش حلو، سوينا صندوق صغيرون اي شيء صندوق يعني نقدر نخلي بيه اغراضنا الشغلات مالتنا الاسطوريه، وايش راح نسوي بعد؟ اوه يحتاج لنا سرير شباب، طيب هسه لازم شنو رايكم اروح البيت اسرقه؟ لا انا حلفت شباب ما عاد اسرق مرة ثانية، خلاص من اليوم ورايح راح اروح اجتهد واروح شو اسوي؟ اروح ادور لي على خرفان، اي هذا هو المفروض انه احنا لازم نسويه، انه احنا لازم نروح ندور لنا على السريع هسه على خرفان، وبعد حرفيا ما عاد اسرق ولا شيء نهائيا، فاني اللي محتاج له 3 خرفان بس لحد هسه ما دا الاقي لي ما دا اشوف لي ولا خروف، اي اكو بقرة هنا حلو، البقرة تفيد، اي هلا والله بالعيال، هلا والله بالعيال والخرفان، هلا والله بالعيال، وهذا الخروف الاول موت الخروف الاول، اوكي قتلنا الخروف الاول، ننتقل لثاني خروف، تعا 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 طا طا كفو قتلناه، اوكي اما الخروف الثالث راح نسوي له 360 درجة، طا دقيقة شباب شو راح تصير 360 درجة هسه اقول لكم، دقيقة شباب ثواني صبروا لي شوي 360 درجة، هاي موت تعالي خروف ورحت، هاي خروف وراح شباب وراح، دقيقة خلينا نشوف، اي هذا خروف تعالي خروف تعال، والله العظيم ما قلت لك تعال 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 موت، هاي ليش ما بدا يموت هذا الخروف، هاي موت يا خروف موت، والله العظيم ما قلت لك، والله العظيم ما قلت لك يا خروف، تعال 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 شباب
خرب، شنو هذا الخرب؟ والله العظيم هذا خرب، هذا يموت. تعال اصلا اصلا راح اصير دنيا، لازم ارجع البيت على السريع شباب. بالركض حصلنا 3 حبات صوفيات كلش كلش حلو. سريع شباب راح تصير الدنيا ليل. او ماي جاد شباب، حميد راح يتورط، حميد راح يتورط شباب. سريع لازم اروح للبيت مالتنا على السريع. اوكي ماكو مشكله، ان شاء الله راح نوصل باقرب وقت يا شباب. اوكي طبعا بيتنا باخر، اي هذا بيتنا. لا 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 لا، شمرت هذا شو اسمه، شمرت السيف مالتي. اوكي سريع سريع سريع، خلي اروح. اي رجع شباب. او ماي جاد شنو صار؟ والله ما ادري. يلا شباب سريع سريع، احنا لازم نرجع للبيت مالتني. بس المشكله ما عندنا احنا تورتش. يلا عادي، حتى ما عندنا تورتش ما ياثر شباب، ماكو مشكله. اهم شيء انه احنا لقينا مكان انه احنا ننام به. دقيقه شباب هسه لا شمرنا هذا شو اسمه، دقيقه خلي هسه نسوي لنا شو اسمه. او ماي جاد شباب، اريد شو اسمه، دقيقه شباب ما ادري شنو صار. اوكي اريد شو اسمه، هذا وردايات صفر كلش تمام. حبيتين لا احتاج لنا بعد حبة، حتى نسوي لنا السرير اصفر كلش تمام. ندخل بيت مالتنا، الدنيا كلش ظلمة بس يلا الحمد لله والشكر على كل حال، افضل من لا شيء. فسوينا بعد صوفيات زيادة، ونسوينا صوفيات لونها صفر، وبالتالي هسه نقدر من خلال هذني الصوفيات اللي احنا محصليهن نقدر نسوي لنا اجمل سرير بالعالم اللي هو سرير الاصفر الاسطوري. ويلا خليني اجي نخلى السرير بهذا المكان ثواني. اوكي ويلا نروح ننام. سبحان على مليون، ترى اليوم خير كلش كلش حلو والله العظيم، انا جدا جدا فرحان. اي صباح الخير، واخيرا اجى الصبح شباب، الحمد لله وشكرا لك الحال. اجى الصبح بس انا دوما بدي اركض، والله غريبه الصراحه ما اعرف شنو السالفه، ليش كل شوي جاي اركض اني. ف او ماي جاد ليش شكلي صاير غريب، والله العظيم ما اعرف يا شباب. اي شنو صار؟ ليش اتقلب هيك؟ والله العظيم غريبه شباب، ما اعرف شنو السالفه. اي هسه كل شيء صار تمام اعتقد. اي هسه كل شيء تمام. طيب هسه شباب ايش راح نسوي؟ والله العظيم أنا شباب جدا فقير، يا الله والله العظيم ما عندي فلوس أني، والله العظيم لازم أشوف لي شفت حل حتى يكون عندي فلوس. شوفوا شباب والله العظيم حتى أكل ما عندي، حتى شو اسمه قزاز ما عندي فلوس، حتى أروح أشتري لي قزاز حتى أسوي لي هنا شبابيك أو نوافذ. والله العظيم ما أعرف حرفيا شنو لازم أسوي يعني يا شباب. خلاص راح أبقى هناني وأنتظر لين ما يصير إشي، إن شاء الله هيك يجي لي فد واحد يعطيني هدية أو إشي. يلا ماكو مشكلة، خليني أبقى ننتظر هناني أحسن لنا. أو تعرفون شنو؟ راح أختبئ، راح أبقى هناني حتى بعد ما حد يشوفني، يعني ما أريد ولا واحد يشوفني، يعني أنا جدا أفكر هسه شلون مرة. طيب خلاص راح أقفل على نفسي عادي، يلا ماكو مشكلة. طبعا أني الغني ما شاء الله، عندي هواي هواي فلوس. طبعا اني امتلك هذا البيت الجبار الاسطوري الجميل. طبعا شوفوا ما احلى هذا البيت مالتي، طبعا شوفوا الطابق اللي من جوا ما احلاه شباب، حرفيا جدا اسطوري. وعندي هذا المسبح الاسطوري. دقيقه شباب اجت لي فكره، طبعا اني حتى اسوي وحتى اصير جدا فرحان هسه، دقيقه خلي ارجع اصعد اللي فوق واشوفكم شنو اللي موجود وشنو الشغلات اللي عندي. طبعا عندي بهذا الصندوق شغلات اسطوريه، واو شوفوا كميه الدايموند شباب، والله العظيم ماني جدا غني. واريدكم تتعرفون على بيتي، شوفوا عندي هنا مكان مال أسرة، همينا عندي هنا غرفة ثانية مال أسرة، طبعا هاي غرفتي الأصلية. طبعا مجهز لي بهذا الصندوق كمية مال شغلات جدا أسطورية، هسه خلينا نفتحها ويا بعض. بعد 3 2 1 بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما تشوفون يا شباب أني محصل لي هذني الشغلات الأسطورية. طبعا اليوم راح أسوي لي هيجي حفل شواء أسطوري. هسه خلينا ننزل لجوا ونقول لكم ايش راح نسوي احنا بالضبط. أوكي دقيقة خلينا نروح هسه لهذا المكان مالتنا الجميل، والله العظيم فشي أسطوري. طبعا شباب راح سوي لي هيك مكان للنطيطه. اوه هنا عندنا بيت جارنا شباب، ما مستحيل لازم انه احنا نقرب له، فماكو مشكله. راح نسوي احنا هسه ترامبولين او هاي شو اسمه، هاي شباب هاي النطيطه الاسطوريه. اوه بس لازم ننتبه المره الجايه، ما لازم. اوه لا المفروض تكون عندنا مكان هنا مال ترامبولين، بس لان احنا كسرناه بايدنا خلاص اختفت، خربناه شباب. يلا ماكو مشكله، قبل لا نجربها هسه خلي نسوي لنا هذا الشيء، مثلا نقول نم 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 بهذا المكان كلش حلو. سوينا وحده ثانيه بهذا المكان، 2 نسوينا هنا. اوكي وهمين راح تجينا ان شاء الله وحده هنا، حتى من يجون اصدقائي كل واحد يلاقي له وحده نفس الشيء، يعني نفس الفكره مال النطيطه، بس هاي راح تكون اضعف شوي شباب. طبعا الشيء الحلو انه اني اقدر انتقل من النطيطه للنطيطه. لا هذا تحدي شباب ما نقدر نوصل، يعني لازم التحدي بكل اختصار انه اني اروح من هنا لهناك لهناك، نشوف اذا نقدر نسويها او لا. اوكي هسه خلينا نصعد اكثر شيء بعد وحده. لا 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 لا. اوكي بعد وحده. اوكي وصلنا لهنا، لازم التحدي انه لا طحنا يا ساتر.
تحدي لازم احنا نوصل هاي الترامبولين حرفين او هاي نطيطة شباب. اذا قال لكم ترامبولين يعني نطيطة اوكي. فيلا بعد 3 2 او لا خلاص ما تصير خلاص ما راح اسويها. طيب جبت لي شنو؟ جبت لي هذا الشيء الجميل اللي هو هذا مال الشواء شباب الباربكيو. ان شاء الله راح يكون هذا الباربكيو ان شاء الله راح نطبخ به هواي شغلات. او 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 اكو شيء ناقص شباب، اكو شيء ناقص حرفيا. او ماي جاد شباب كانه اني اكو شيء ما جبته وياي اللي هو تشلكر بوكس شباب. والله العظيم كان اكو تشلكر بوكس حرفيا مكانه ما موجود ما اشوفه. دقيقه بلكت يكون اني ناسيه بالبيت بالصندوق اللي فوق ما ادري. ان شاء الله يكون نسيته ما وقعته هيك بمكان منك او منك. يلا ماكو مشكله شباب يا الله. اي مثل ما قلت لكم شباب هذا تشيلكر باكس اللي انا حاكيكم عليه. طبعا هذا تشيلكر باكس جواته يمين بالله شغلات اسطوريه. هسه اشوفكم شنو الشغلات اللي موجوده بهذا التشيلكر باكس. لا 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 مو من ناني. اي 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 والله حتى نسيت بيتي. طبعا بيتي الجديد مشتريه. اي والله العظيم بيتي مشتريه جديد. فوالله الحمد لله الشكر على كل حال انا جاي اتحقق الامنيات مالتي. طيب التشيلكر باكس ان شاء الله راح اخليه هنا أنا. واو شوفوا الشغلات شباب اللي انا جبتها اليوم اللي راح ناكلها. شوفوا عندنا هنا ايس كريم وعندنا هنا بيضه. تخيلوا بيضه بيضه بس ما اعتقد اذا راح نقدر نخليها بالشواء ما يصير اعتقد نقدر بس ناكلها. وعندنا تخيلوا كيكه من الشوكولاته. شوفوا شوفوا والله كيكه شوكولاته. وعندنا نقانق وعندنا هذول المشروبات الاسطوريه. شوفوا هذا المشروب عليه علامه شو اسمه سيف وهذا بقلب وهذا ريمبو والله فشي اسطوري. عندنا برجر امانة شباب برجر كلنا راح ناكلهن. او لا صارت الدنيا ليل يا ساتر. يلا ماكو مشكله احنا هسه خلينا نروح ننام وان شاء الله باكر الصبح راح نخلص. او دقيقه لازم نخلينا كل الشغلات موجوده بهذا المكان. بس خلينا نجرب ناكل لنا شيء مثلا. خلينا ناكل لنا هذا الهوت دوغ كلش تمام. اوه والله يشبع كلش هواي. يلا ماكو مشكله خلينا احنا هسه نخلى بهذا المكان. ويلا يا شباب هسه خلينا نروح ننام وان شاء الله باكر الصبح نشوف ايش راح نسوي احنا بالضبط. اوكي يلا هسه خلينا نرجع نصعد اللي فوق البيت مالتنا. نسيت باكر الصبح ان شاء الله راح اعزم اصدقائي قال لهم يجون نسوي ان شاء الله بول بارتي او حفل مال شواء ويعني حفله اسطوريه. يلا تصبحون على مليون تريليون خير. اوه يا ساتر والله العظيم هاي بطني ذا تاذيني يا شباب حرفيا جدا جدا جوعاناني. والله العظيم ما اعرف عندنا هذا لحم ني يعني مستحيل اكل لحم ني يا شباب. والله العظيم ما ادري شنو لازم اسوي انا هسه بالضبط حرفيا جدا جوعان شباب. حتى مستوى الجوع مالتي طايع شباب طايح ابو حظه. والله العظيم ما ادري انا شنو لازم اسوي شباب. لازم اروح ادور لي اكل. لازم نروح ندور لنا شيء على كابلستون او شيء على الاقل خلينا نطبخ لنا الشغلات او الاكلات اللي عندنا شباب حرفيا ما اعرف شنو لازم. او يا ساتر اكو كريبر هنا لازم قلت لنا هذا الكريبر يا شباب. مو جاي الكريبر لا 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 لازم نخليه يفجر لنا المنطقه يا ساتر. اوكي مو جاي كريبر ول 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 اوكي 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 لازم ننتبه. طه والله ما قدام يموت. لا لا اوه ماي جاد شباب فجرنا المنطقة لازم نفلت يا ساتر. يا رب ما حد يكفطنا يا رب يا رب خلينا نفلت يا شباب. واو شوفوا شنو موجود يا شباب. واو يا ساتر يا ساتر شو الصوت؟ صوت طلق يا ساتر. ول ول كي 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 خلنا ناكل كي. ويا ساتر من هذا من هذا موت 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 الزومبي موت يا الزومبي. لا الله لا يدي العافية هذا الزومبي قتلنا شباب. اوه ماي جاد بلعنا بلعنا يا شباب بلعنا 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 هذا هو. اوه ماي جاد شباب احنا وين صرنا حرفيا ما اعرف شنو هاي الوحوش اللي قاعد تقاتلني. والولي يا ساتر شنو هذا الوحوش. اوه ماي جاد الوحوش بكل مكان دا ينفجر. اوه ماي جاد تخترب المنطقه شباب الله يستر الله يستر. اوه ماي جاد كريبر زعتوت لازم ارجع البيت يا شباب. لا لا كريبر زعتوت لا تفجر لا انفجر كريبر زعتوت لازم انفجر شباب. بيتي وين واخره واخره زومبين. الله لا يوفقك الله لا يوفقك. لا ما يدعيهم شباب. او ماي جاد الكريبر الكريبر صوته دخرب المنطقه يريد يفجر المنطقه شباب. لا 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 لازم نفلت لازم نفلت يا ساتر يا ساتر يا ساتر. اوكي سريع سريع لازم ارجع البيت شباب لازم ننام. يا رب يا رب ما يجوعوا يا رب ما يجوعوا. والله بالقوه قدرت افلت من عندن شباب عارفين بالقوه قدرت افلت من عندن يا ساتر الحمد لله والشكر على كل حال. اوه وحوش وحوش بعد زياده عفوني عفوني لحالي وحوش موتوا واخروا الله لا يوفقكم. لا قتلوني مره ثانيه الله لا يوفقكم. تعالوا والله العظيم اقتلكم اليوم اقتلكم اقتلكم يا ساتر. الاخيره شي دمج الاخيره شي دمج الدمج شنو الدمج هذا الاخيره. ول 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 اوكي ماتوا ماتوا شباب الحمد لله وشكرا لك الحال. او ماي جاد شنو هذا اللي اعطوني اياه شباب حرفيا ما اعرف. او ماي جاد شباب انا جدا جوعانه هسه.
بس والله العظيم البارحة يا شباب رحت لهذا البيت، تعرفون شنو لقيت؟ لقيت شخص عنده كيك من الشوكولاتة جدا لذيذ، لازم أني أروح أكل هذا الكيك مال الشوكولاتة، لأن أنا جدا جوعان وجدا عاجبني، فخلي أكل كل هاي الكيكة. والله واو شوف الشغلات اللي عنده، خلينا ناخذهم كلهم، لأن والله العظيم جدا جوعان شباب. يلا خلي اجرب هاي النطيطه الاسطوريه، ليتس جو. لا 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 ندمج يا ساتر، اريد اجرب هاي النطيطه، والله رهيبه. هاي منو هذه؟ منو هذه اللي بيت؟ اوه ماي جاد شباب، اوه كفطنا كفطنا، خلنا ناكل الكيك. افلت افلت افلت، اي اكو واحد دا اسمع صوت غريب، منو هذا الشخص؟ اسرع اطلع شوف يا ساتر منو هذه. اوه ماي جاد شباب، سريع لازم احنا نرجع البيت مالتنا، راح يكفطنا هذا صاحب البيت يا ساتر. يلا سريع خلينا ندخل البيت هذا. اوكي نسد الباب كلش تمام، نرجع نختبئ هنا، نختل نجرب ناكل لنا الايس كريم شباب. واو والله جدا رائع شباب، حرفيا جدا حلو جدا، حتى الطعم مالته يخبل شباب. بس هسه انا اريد اجرب لهذا شو اسمه، هذا شو اسمه الهيلث انرجي درينك. او ماي جاد شوف قلوبنا شباب شلون بدها ترجع، والله اسطوري شباب حرفيا اسطوري هذا. اوكي عندنا هنا فراوله، خلنا ناكل هاي الفراوله، والله كلش اسطوريه. اوكي عندنا همينة بيضه، اوكي خلنا ناكل بيض شباب، جدا احب البيض انا. واو تبعت الحمد لله وشكرا لك الحال. يلا خليني ارجع ادخل البيت وش اسمه واقعد هنا وخلص، راح اقعد على السرير. ثواني شلون نقعد على السرير؟ والله العظيم ما اعرف شباب، خلاص راح نبقى هنا ونقعد هنا احسن لنا. يلا ماكو مشكله، والله العظيم انا جدا فرحان، كلش حلو. يمين بالله شباب والله العظيم ماكو صوت جدا غريب، لازم اطلع هسه، والله العظيم راح اطلع اشوف شنو السالفه. منو هذا جاي اسمع بصوت اكو واحد هيك برا البيت مالتي؟ لا يا شباب، منو اجى هنا مخرب لي بيتي؟ مستحيل، لا يا ساتر شلون ورطه هاي؟ او ماي جاد، بيتي تقريبا بيت جاري، كل شيء ما صار بي بس بيتي تاذى كلش. او ماي جاد شباب احنا شنو لازم نسوي؟ يعني منو هذا؟ يعني اكو سارق جالي البارحه بالليل شباب، والله العظيم اكو سارق جالني يا ساتر. طيب يحتاج لي هسه شنو؟ يحتاج لي هسه بلوكات صوف حتى اكمل اسد هذا كله، واحتاج لي خشبايات اقصد ليفزايات. يلا ماكو مشكله راح نجيبهن. او ماي جاد شنو هذا النيل؟ او ماي جاد شباب، او ماي جاد اكو خوذه ذهب، بوت ذهب. شنو؟ شوفوا شنو لقيت شباب، طلق. اوكي تشست بليت، تشست بليت وبنطلون وسير، هذول مال منو شباب؟ او ماي جاد، لا يا ساتر. او ماي جاد كانت عندي كيكه مال شوكولاته هنا وشغلات اسطوريه هنا، وين راحوا شباب؟ منو اخذهن؟ والله العظيم ما اعرف منو اللي اخذهن يا شباب. دقيقه خليني اجرب نلبس هذني الدروع، او والله دروع ذهبيه اسطوريه. اوه يا شباب شنو هذا البيت الجديد مال الديرت اللي صاير قدام بيتي؟ هذا منو؟ هاي يا ورا شنو؟ هذني اغراضي، هذني دروعي الذهبيه. يعني انت اللي جيت لبيتي واخذت لي الاكل مالتي؟ لا هذني مو مالتي، هذني مو مالتي، انا اسف. خلاص فهمت عليك. هاي شباب راح كشفني تورطت. شباب والله العظيم راح اتصل على صديق الشرطي ويمين بالله راح اخبر عليه، وهسه راح يجون ياخذونه للسجن. ايه يلا ماكو مشكله، راح اروح هسه اخذ تليفوني او جوال مالتي وراح اتصل على الشرطي. يلا ليتس جو شباب، راح اخذ هسه راح اتصل على الشرطي مالتي. يلا ليتس جو، خلينا نفتح الصندوق اول مره. والله هي اني احميد يا شباب، جدا حزين اليوم، ما تصدقون اني وين صرت؟ شوفوا وين صرت، صرت بالسجن، وهذا السجن مستحيل حد يقدر يطلع من عنده. شوفوا يا شباب، يعني شك واحد يريد يهرب من السجن راح يوقع هنا باللافا وراح يموت. بس شو نسوي يعني؟ والله العظيم ما اعرف، تورطت والله العظيم تورطت. شنو هذا السجن خايس شباب دايما؟ شنو هذا؟ طلعوني من هنا يا عالم، يا ناس طلعوني ارجوكم. اكو واي هنا ناس، اعتقد هذول سجناء همينا شباب. شنو هذا يا شباب؟ ان شاء الله والله العظيم ما ادري شنو لازم نسوي شباب. طيب نجرب نخاطر ونقمص، مستحيل شباب راح نموت 100%. شكو بهذا الصندوق؟ حتى هذا الصندوق فاضي، شنو هذا الشيء يا اخي؟ بالله عليكم قولوا لي شنو هذا الشيء؟ شلون راح اخلي هذا يا اخي؟ وين راح اخلي هذا؟ ما ادري حرفيا ما اعرف شنو، خلاص راح اشمره، راح ارجع اخليه بالصندوق. او ماي جاد شباب والله العظيم انا حمي جدا حزين اليوم، والله العظيم انا هسه اكثر شخص حزين بالعالم، والله العظيم شباب ما اعرف شنو لازم اسوي يعني هسه، والله العظيم.
والله العظيم ما اعرف يا شباب، بس قولوا لي انا شنو لازم اسوي، بالله عليكم قولوا لي شنو لازم اسوي يعني، والله العظيم حتى ما اعرف. والله العظيم يا شباب راح بقيتي ابكي طول حياتي، يعني انت ترضون عمايتي بخيبتي؟ والله كله من ذاك الشخص مرطني، وصرنا احنا يا شباب هسه مسجونين. والله العظيم ما ادري انا شنو لازم اسوي يا شباب، شوفوا عمايتي ابكي، عمايتي ابكي. والله جدا حزين عميد يا شباب، عميد يبكي لا. والله العظيم شباب لازم اشوف لي طريقه حتى افلت من هذا السجن. اوه اجت الفكره، شنو رايكم نكسر هذا السجن؟ اول صدق اوه شنو ما اجت البالي هاي الفكره، والله فكره اسطوريه، بس هذا راح نطول شوي من راح نكسر نركب الستون. يلا ماكو مشكله، بس احنا خلينا نطلع من هذا السجن ونشوف احنا وين راح نصير يا شباب. واو والله راح نطلع، راح نطلع خلاص شباب، بعد ما راح نتعذب اكثر من كذا حرفيا شباب فلتنا، راح نبقى هيك نكسر هواي بلوكات لين ما احنا نوصل لوين. اوه شنو هذا المكان، والله ما ادري، لين ما احنا نوصل هسه للش اسمه، لين احنا نوصل لسطح الارض ونطلع من هذا السجن. او لقينا الدير، لقينا الدير، بس هذا انت شباب وات شنو القصه شباب، حرفيا ما ادري اعرف شنو القصه، والله ما ادري شباب. دقيقه خلينا نكسر لنا هذا، هاي حبه تي انتي اللي من جوه. اوكي كلش تمام، والله راح نفلت شباب، حرفيا جدا فرحان اني. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي فلتنا فلتنا شباب، هاي شي شباب، شنو هذا المكان اللي احنا صرنا بيه؟ لا سجن ثاني مال دير. او ماي جاد شباب، حتى البعرور مال دير ما اريد اسوي بعرور، ما يريد يسوي بعرور. اوكي بس اخذ بعرور 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 بعرور. اوكي اوكي كافي كافي بعرور حميد، كافي 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 كافي. اوكي شكو بيها صندوق. او ماي جاد شباب طلعنا، حسبالي راح اطلع من السجن هذا اللي مال تي ان تي دايموند، صرت بهذا السجن مال تي ان تي ديرت. والله العظيم انا حميد راح ابقى ابكي طول حياتي شباب، خلاص راح اكفئ بكاء وما راح ابقى ابكي. حميد يبكي شباب، والله حميد جدا حزين يا شباب، والله العظيم اكثر شخص حزين بالعالم هو حميد. شوفوني والله العظيم دا ابكي وراح ابقى هيجي ابكي طول حياتي، حتى اني اخلص بكاء واصير بعد ما ابكي لازم انتوا هسه تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات حتى حميد بعد ما يبكي. لايك ضغطوا لايك على الاقل حتى هذا البكاء يخلص من عندي يا شباب، لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات. يلا باي باي، راح ابقى بالسجن هذه طول حياتي.